بروفيسور فوزي درار، هل حقيقة واش مكتوب على العلبة هو واش كان داخل، وهل عندنا الإمكانيات باش نعرفوا اسكو واش يكتبوا لنا مكونات حقيقة أم هذيك تسمى تغليط وأكاذيب؟ طبعا لما تحكم مثلا الوكالة الوطنية لمراقبة السموم الصيدلانية في الدواء تعمل على من أحد المهام تطابق ما بين المركب له في الدواء واش راه معلن في دفتر الشروط مثلا. إذا ما كانش في الدفتر تاع الشروط ولا ما كانش في الدواء مو غير متطابق، ما كانش الكونفورميتي، اكيد انه راح عنده قوه قانونيه تسمح له باش يوقفه ويعلن انه غير يعني قانوني من ناحيه الاستيراد ديالو.